لما يقول المصنف رحمه الله تعالى والظهران والعشاءان بفضل ركعتين عن الأولى للأخيرة، يريد أن يقول تدرك الظهران والعشاءان إذا بقي من الوقت ما تصلي الأولى كلها ويبقى وقت ركعة للأخير. هذا فهمناه، به تدرك الظهر والعصر وتدرك المغرب والعشاء. ثم شبه قال كحاضر سافر وقادر. فقلنا التشبيه هنا متعلق بالقصر والإتمام. كحاضر سافر أي أن الحاضر يعني في بلده صلاته أربع ظهر وعصر، إذا هو سافر صارت الصلاة قصرا بما يدرك القصر. هنا السؤال، بما يدرك القصر؟ يدرك القصر بما تدرك به الصلاة في الوقت الضروري، والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى، به يدرك القصر. أي ما معناه؟ معناه إذا بقي له قبل غروب الشمس في الظهرين قدر كم ركعة؟ ثلاث ركعات، أدرك القصر. لماذا؟ لأن الظهر ركعتين عن القصر وبقية ركعة للعصر، إذا قصر فيهما معا. هنا لابد من توضيح، لربما لما يطالع الإنسان كتب سادتنا الفقهاء يجد قولهم سافر قبيل قبيل غروب، عندما يطالع كتب سادتنا الفقهاء الشراح يجد قولهم سافر قبيل الغروب بقدر ثلاث ركعات، فيفهم أنه يراد به هذا هو القدر، أنه يسافر قبل الغروب بثلاث ركعات. خطأ، لا، هذا أقل شيء تدرك به. أما لو سافر قبل الغروب بقدر عشر ركعات أو عشرين ركعة يتم، من باب أولى يدرك. فهمين؟ هذا الذي وقع فيه الخلط مرة سابقة لابد من توضيحه. حينما يقولون هذا سافر قبيل الغروب بقدر ثلاث ركعات، يتكلمون معك على أدنى مراحل الإدراك، لا على أن هذا هو المدرك دون سواه. لا، سواه من باب أولى أن يدرك القصر، وهو الذي كنا نقول مرة سابقة، إنسان سافر وليس قبيل الغروب بثلاث ركعات، لا سافر ثم لم يصلي لا ظهر ولا عصر ولا زال مسافرا وقبيل الغروب بثلاث ركعات أراد أن يصلي، كيف يصليها؟ قصرا أم تاما؟ قصرا، مع أنه سافر قبل قبيل الغروب، هذه سافر قبلها بساعة أو بنصف ساعة أو نحو ذلك، وهذا لا يتكلم عنه لأن هذا المسافر قطعا فهو من باب أولى. الكلام ليس عليه، الكلام على آخر حد. فمن سافر ومن شرع في السفر، كان في داره في بيته ووجبت عليه الظهر والعصر إتماما فلم يصليها لا ظهر ولا عصر، وشرع في السفر وخرج من بلده، وحينما خرج من بلده وشرع في السفر وسن في حقه القصر، قيل كم باقي من الوقت؟ قالوا كم باقي له قدر ما يصلي ثلاث ركعات، مع أنه الظهر والعصر فاته وقتها للظهر أذن منذ مدة، لكن الآن باقي له قدر ثلاث ركعات لتغرب الشمس، فهل يصلي الظهر التي فاتته إتماما؟ قلوا لم تفته. نقول لا، لم تفته، ما دام بقي قدر ثلاث ركعات لغروب الشمس لم تفته. أرجو أن يتضح هذا الأمر جيدا، وهذا الفرق بين مطالعة الكتب في الفقه وبين المذاكرة في الفقه. سادتنا الفقهاء يضربون في آخر الحد، يقولون من سافر قبيل ثلاث ركعات يقصر، وأنت تقول إذن كأن لو أردنا هذا فهل معناه أن من سافر قبيل خمس ركعات وسبع ركعات وعشر ركعات هل يتم؟ لا. إذن الكلام هنا أرجو أن يكون اتضح، بمعنى أنه المصنف رحمه الله شبه الإدراك هنا بالقصر، ثم قال كحاضر سافر ثلاث ركعات، نوضح أكثر، فإذا بقي قدر ركعتين يقصر العصر، لأنه لو بقي هنا القدر الأخيرة لا، إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة في إدراك، فإذا ضاق الوقت في القصر اختص بالأخيرة. ونفس الشيء يقال في العكس،
كحاضر سافر وقادم، أي وكمسافر قدم. لما كان في السفر ماذا كان يسن في حقه؟ القصر. ولو خرجت الوقت وخرج كل الصلاة، نبني هذه المقدمة، لو أن الصلاة كلها خرجت عليه وهو مسافر ودخل بعد الغروب ولم يكن قد صلى الظهر والعصر وهو الآن في بيته، وهذا وقع كثير جدا في الحافلات والطائرات ونحو ذلك، خرج وقت الظهر والعصر وغربت عليه الشمس وفي الطريق ولم يصلي لا ظهر ولا عصر، ودخل داره بيته وتوضأ، كيف يصلي الظهر والعصر؟ قصرا، لأنها فاتته قصرا، هو في بيته بين أهله يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين لأنها فاتت، فهمنا؟ دخل هذا كحاضر السفر وقادم. القادم هذا قدم إلى بيته، كان يسن في حقه القصر، فقدم إلى بيته فبقي قبل غروب الشمس قدر 5 ركعات، اللي هي ماذا؟ الأولى زيد وفضل وركعة، بفضل ركعتين عاني الأولى. لما دخل داره كان باقي قدر 5 ركعات، لما كان باقي قدر 5 ركعات، هذه 5 ركعات هي ماذا؟ هي الأولى اللي هي الظهر وفضل ركعة عن الأولى. هذا كنا في السابق ندرك به الصلاة، الآن ندرك به ماذا؟ الإتمام. بارك الله فيك. الآن ندرك به الإتمام، لأن كيف تشبيه كحاضر سافر وقادم، كما أن المسافر يدرك القصر كذلك الحاضر يدرك الإتمام. هذا الذي قال، لو قال لم تكن كتب ستة فقهاء تجد ومن حضر إلى داره، أي من دخل داره قدر 5 ركعات، فهل تظن أنهم يريدون 5 ركعات بالذات أم فما فوقها؟ قول فما فوقها من باب أولى، كما قلنا هناك في القصر، فما فوقها من باب أولى، فمن دخل داره وبقي قدر صلاة 6 ركعات أو 7 أو ما زال بقي نصف ساعة على غروب الشمس ولم يكن قد صلى الظهر والعصر، هل له أن يقول الآن كنت مسافر وكانت صلاة سفرية أقضيها سفرية؟ نقول أنت لا تقضي، أنت تؤدي، لأن اتفقنا على والكل أداء في الوقت الاختياري والضروري، أنت تؤدي صلاة، إذن تصليها تامة. يقول إلى متى أصليها تامة؟ إلى قدر 5 ركعات، آخر من ينتهي إلى قدر 5 ركعات. فمعنى هذا أنه لو دخل هذا المسافر كحاضر سافر وقادم، لو قدم داره بقدر 4 ركعات، ماذا قلنا في الإدراك هناك؟ إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة. ماذا نقول هنا في الإتمام؟ إذا ضاق الوقت اختص الإتمام بالأخيرة، أيهما يقصر؟ الظهر. ممتاز، بارك الله فيكم، يقصر الظهر ويتم العصر، لأنه إذا ضاق الوقت اختص الإتمام بالأخيرة، كما قلنا هناك إذا ضاق الوقت اختص التقصير بالأخيرة، كليهما مبني على قولهم إذا ضاق الوقت اختص الوقت بالأخيرة أو اختص الصلاة بالأخيرة.